يأتي الآن أمامنا سونيا تشاكير. تشكيلة اليوفي: جانويتشي بوفون على يمين الدفاع، لايك ستاينر على اليسار، باتريس إفرا في محور الدفاع، ليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي. ثلاثي وسط الميدان الدفاعي: كلاوديو مارتيزيو، أندريا بيرلو، بول بوجبا، أرتورو فيدال أمامهم، ألفارو موراتا وتيفيز في الهجوم. تشكيلة برشلونة: تير شتيغن الحراسة، يمين الدفاع ألفيش، على اليسار ألبا، في محور الدفاع ماتشيرانو وبيكي. ثلاثي وسط الميدان: راكيتيتش، بوسكيت، إنيستا، وثلاثي الهجوم: ميسي، سواريز، نيمار. نذكر من جديد بتشكيلة اليوفي مشاهدينا الكرام: جانويتشي بوفون، ليك ستاينر، بونوتشي، بارزالي، إيفرا. وهذا طبعا المصافحة بين لويس انريكي وماسيميليانو أليغري، الثنائي يعرف بعض البعض منذ أن كان لويس انريكي في العاصمة الإيطالية روما. موراتا، تيفيز، ثنائي الهجوم، أسطوريا ستار مع بداية هذا المشوار. نار 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 في الميدان يا ناس في الانتظار. اليوفي على اليسار مشاهدينا الكرام بأرتورو فيدال وكارلوس تيفيز في أول لمس الكرة، وبرشلونة على اليمين بجانب جماهيره الكتالونية في مدرجات ملعب أولمبيا ستاديوم. الصافرة لسونيا تشاكير، حكم مساعد أول بايتان دوران، حكم مساعد ثاني تارك أونغون، والحكم الرابع السويدي يوناس أريكسن. إذن تعديل الساعة أمام سونيا تشاكير، من أفضل الحكام، أول حكم في تاريخ الكرة التركية يحكم دور نهائي لكأس رابطة أبطال أوروبا. ملعب برلين في حالة غليان، تسونامي جماهيري غير عادي. التذكرة في السوق السوداء وصلت إلى حد 14,000 يورو بدون تعليق، ومن الحب ما قتل ومن الغرام ما قتل من أجل الكرة أفيون الشعوب. إذن هذا هو الموجود في ملعب برلين، لقاء الأحلام الآن بأجمل أقدام. موسكو، وهذه كرة خطيرة وتعدي، التصويب من تيفيز. بيرلو اليوزع كرة في النزعة الدفاعية، وهذه كرة خطيرة لألبا، واللمسة لنيمار داخل منطقة الجزاء. يعدي أم لا؟ والإمكانية، جول 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 جول. كور يا برشلونة، كور كور بكرة الدلال. يا سلام على برشلونة والكرة المضمونة، كرة افتراضية ولكنها حقيقية. إيفان راكيتيتش، شنو هذا؟ ما هذا؟ هذه المعزوفة الكروية، هذه الكرة البرازيلية في البداية، ثم إنيستا مرورا، والكرواتي راكيتيتش في النهاية. سامفونية من كوكب زحل. كابتن فريق برشلونة وسونيا تشاكير يعطي المخالفة ضد أرتورو فيدال، مخالفة ضد أرتورو فيدال. يغير من اليمين لليسار بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر، ويعدي سونيا تشاكير، يطلب اللعب، ولمسة يد من لايك ستاينر غير متعمدة، يراوغ، يا سلام، ويعدي أرتورو فيدال. لم يكن بطل الأبطال ماتشيرانو، ذاع هنا، تدفع في الفريق. نيمار، نيمار سدد، غدار غدار البرازيلي نيمار. مراوغة من الزمن الجميل لسيرجي بوسكيتس، وأرتورو فيدال للمرة الثانية بالإنذار، الثالثة ستكون بالورقة الصفراء. سونيا تشاكير أمامنا مشاهدينا الكرام. الحكام كان في العادة دائما جورجيو كيليني، ودي كرة خطيرة، اي 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 اي، لحظات وكان بامكان ليو سواريز. وين الدفاع؟ جي جي بوفون، جي 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 جي، كرة افتراضية حقيقية في الملعب الاولمبي بالعاصمة الالمانية. شنو هذا؟ ما هذا؟ كرة رائعة ليس لها إلا أفضل حراس العالم، هو لويجي بوفون، هو جي جي. دوره في انتقاله من إشبيليا إلى العاصمة الكتالونية برشلونة. ليو هل يلمس الكرة للراكيتيتش؟ راكيتيتش في التحضير، غدارة من بيكي ربما، لا كرة لنيمار.
راكيتيتش في انتظار بيكي، كرة خطيرة، جوردي ألبا جاء من بعيد ودفاع، كرة ممتازة، إبراع، مراتا يوزع، لكن وين؟ ماتشيرانو في التصدي، بوجبا بتفاعل جماهيري كبير، بوجبا يوزع، أي 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 أي، لولا خافير ماتشيرانو واشتعال الآن في جماهير اليوفي، بيرلو اللي وزع تدخل لبيكي، وهذه كرة خطيرة، والتصويب، التصويب من مراتا وهدف التعادل يضيع على اليوفي. عدي إبرا يوزع أرضية ماتشيرانو والتصويب. أوه ماذا يقول الحكم؟ يقول هنالك مخالفة قبل ذلك. رغم التسديدة الصاروخية لكلاوديو ماركيزيو، سونيا تشاكير يعطي مخالفة. هذه الكرة يرجعها له إبرا، يرفض الهدية. التصويب من نيمار. وجيجي بوفون في العرين، موراتا، باتريس إبرا، أرضية تدخل لبيكي، إمكانية التصويب، ماركيزيو معروف بقوة التسديد، كرة بيضية من تيفاز، يراو تيفاز يعدي بوجبا، جماهير في حالة غليان، جماهير اليوفي في حالة توتر بقرار السافرة التركية لأكثر جرينتا في هذا الحوار. بيرلو اللي يوزع، وين؟ نيمار، إنيستا يعدي، سواريز، سواريز يسدد، سواريز بامتياز كاد أن يأتي بالهدف الثاني. هذا هو لعب ليفربول، هذه كرة لنيمار وتعدي، وجيجي بوفون، لويس سواريز، نيمار الغدر، برشلونة في أقوى مشوار. 37 عام يا بوفون، وين هذه الكرة؟ فيدال يسدد بعيدة، ماركيزيو يسدد والحارس تير شتيغن، رائعة الحراسة الألمانية في المكان، ليو ألفيت، ليو يسدد، جول، لا، شنو هذا؟ شنو هذا يا هذا؟ ماذا يفعل السي؟ يعمل شي حبة. وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام يعلن الحكم الدولي التركي سونيا تشاكير على نهاية الشوط الأول بأسبقية كتالونية بالأقدام لكرواتيا لإيفان راكيتيتش. ضربة بداية الشوط الثاني كلنا في انتظارها مشاهدينا الكرام. أعود الآن من جديد إلى الأستوديو رفقة الزميل هشام الخالسي. الزميل هشام الخالسي. مشاهدينا الكرام من جديد نعود بكم في انتظار ان تعود الاجواء كذلك عندي في المسطح. اذا مشاهدينا الكرام هذا هو ملعب برلين الاولمبي، ونعود من جديد الى الشوط ثلاثي وسط الميدان. طبعا بدايه المباراه في شوطها الثاني فهي اكثر منها هجوميه، ليو يمر بسرعه القصوى يدخل في وسط الدفاع، ومع نيمار وراكيتيتش، فيدال، التدخل، راكيتيتش، سواريز، بوسكيتس، نيمار وميسي، خمسة لاعبين، وهذه الكرة وين؟ هذه الكرة وين؟ سواريز في هذه الكرة كان أناني، كان أناني لأول مرة من زمان، الأنانية جاءت النجم الكرة الأوروغوياني سواريز، يغير لسواريز، برشلونة خطير، التأمين لبروجي، مرة أخرى سواريز يخير التصويب وعدم الاعتماد على نيمار. صيد اللاعبين، يعطي كرة وين؟ شوف الكرة، لا لا لا، مش معقول، مش معقول وغير مقبول. شنو هذا؟ شنو هذا؟
كرة افتراضية، كرة البلاي ستيشن والاكس بوكس. شوف الكرة الارجنتين وبرشلونة في وضعية هجومية. ماركيزيو رائعة، ممتازة، يوسا، جول جول جول. فانا مراتا، فانا مراتا، هدف التعادل. زلزال زلزال في الأولمبيا ستاديوم. الجماهير الإيطالية كهربائية كهربائية مع اليوفي. لا يجوز إلا الفوز. برشلونة بنجوم حاير أمام اليوفي الطاير. ألفارو موراتا سحب هدف التعادل. ليلة إيطالية حارقة على الكرة الإسبانية. هذا هو اليوفي المثير. الوقت ما زال بدري. كرة بالراس، كرة بالراس من ليوناردو بونوتشي. ليوناردو نار نار نار. هذا الشوط الثاني وهذه كرة رائعة. اي اي اي، ميسي على بعد لحظات. انيستا ميسي، فنون كل الفنون. ايمان وين التسويب؟ التسويب عجيبة وغريبة. كان بالامكان افضل بك. تعدي الكرة لانيستا. جي جي بوفون بامتياز امام لويس سواريز. بوجبا، بوجبا غدار، والله غدار فعلها الفرنسي. تير شتيغن في المكان المناسب. ماريرا، ابرا، يوسا، عدي الكرة، التوزيع، بوجبا. كل دكة احتياط اليوفي خرجت إلى خط التماس. الفريق الكتالوني، ليو يراوغ، ليو يسدد كرة. جول 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 جول. فعلا سواريز، فعلا سواريز نجم الكرة الأوروغوياني بكل الامتياز. سواريز سواريز، النار 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 في جماهير يوفي الآن. هدفان للفريق الكتالوني، واليوفي يعاني يعاني. لويس سواريز قناص يا ناس بمجهود خرافي لحبيب الملاعب. هذا جوردي ألبا يعدي، يوسا، جول نيمار. لكن الراية يبدو أنه هدف أبيض. نعم هدف غير شرعي، هدف براية. فيدال ماركيزيو، ماركيزيو يوزع الركن. بيرلوني وزع. تير شتيغن محظوظ، الحظ مع الألماني. ركنية أخرى لنيمار. كرة جول، كرة لا، كرة جول. واحد منهم باش يكون غدار. ليو لا صعبة بصراحة. يتجاوز إيكار كاسياس صاحب 150 مباراة. فنونك هات، جنونك هات. بوجبا دار دار، لكن كورتو خارج الديار. الميدان وصول الأوروغواياني بيريرا. بوسكيتس، راكيتيتش، وكورة البيكي. جيرار بيكي كان عليه أن يرفع الكرة. ألفيش، يوسا، تسويب غريب وعجيب. في الكل بصراحة المدرب أليجري مركز بمركز رائعة. واليورنتي يراوغ يعطي كرة. الآن كومان يلعب ورقة هجومية أخيرة. المدرب أليجري بوصول البرعم. كومان، كيزيو، آخر همسة، تسويب. والرشاقة والشطارة والمهارة عنوان أندري تير شتيغن.
في هذا الزمان. كارلوس تيباز يراوغ يسدد، والكرة اللي دف العادة يا السادة. بيدرو نيمار، نيمار يسدد جول 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 جول، انفجار انفجار، زلزال في الأولمبيا ستاديوم. 3-1 مشاهدينا الكرام، نيمار الغدار، نيمار المغوار، نيمار مع نهاية المشوار. هذا هو برشلونة، بالكرة المضمونة، كرة الافتراض في الواقع، كرة بلاي ستيشن، كرة اكس بوكس. هذا هو برشلونة ينهيها مع نهاية المباراة. انهى الحكم الدولي التركي سونيا شاكر. نقول مليون مبروك لبرشلونة لعشاقه، ومليون حظ اوفر هات لك لعشاق اليوفي وجماهير العريضة. كانت مباراة اوفت بكل الوعود، من اجمل ما يكون، شفنا بها كل الفنون، وفي النهاية الاقوى كان الفريق الكتالوني امام البيانك. هذه اللحظات الفارقة في تاريخ الكرة الاوروبية. ميشيل بلاتيني يعطي الكرة لتشافي، لأول مرة تشافي يرفع كأس رابطة مثل الأبطال الأوروبية، وهو حامل لشارة القيادة، لأنه في التاريخ رفعهم كارلوس بيول في آخر اللحظات. وبرشلونة مشاهدينا الكرام يتوج باللقب الخامس في مشواره التاريخي الكبير، بينما اليوفي يحطم الرقم القياسي بخسارة الأدوار النهائية للمرة السادسة في مشواره. فعلها برشلونة وضم الثنائية إلى الثلاثية، وجاء بلويس إنريكي في أوقات تدريبية رائعة ذكرتنا ببرشلونة.